بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نبدأ المحاضرة هسه. تتذكرون إحنا في المحاضرات الماضية كان بدينا حكينا عن الـ PDA وأعطينا أمثلة عنه، وأتوقع انتهت المحاضرات الـ PDA، أعطيناكم واجب. الآن راح نبدأ بموضوع جديد، هو الـ Turing Machine. قبل ما نبدأ بموضوع الـ Turing Machine، حبيت أسألكم يعني سؤال عن بعض اللانجوجز اللي بالتيورينج ماشين ما نستطيع ان نبني لها ريكوجنايزر او اكسبتر. فمن هذه اللانجوجز اللي امامكم هسه تطلع لكم لانجوج اللي تتذكرون هذه اللانجوج، مثل هاي اللانجوج. من يقل لي هاي اللانجوج اشني؟ تمام، هل تسمعوني؟ نعم. سامحني. ايه اوكي. هاي اللانجوج عندنا عدد الاصفارة مساوية لعدد الواحدات ومساوية لعدد الاثنينات. اوكي، الكلمات المقبولة هي مثل 0 0 1 1 2 2، او 3 اصفارة 3 واحدات 3 اثنينات، وهكذا. هذه لو اردنا نحن ان نبني لها بي دي اي راح نفشل. السبب اشنو؟ انه بالبي دي اي مثلا لو جينا الى الاصفاره وخزناها بالاستاك، وبعد ذلك جتنا الواحدات وبالواحدات عملنا ماتشنج مع الاصفاره، اي معناها الاصفاره راح نحذفها من الاستاك، ما يجينا واحد نحذف صفر. من نصل الى الاثنين ما عندنا اي شيء نتذكره من الاصفار ومن الواحدات، لهذا راح نفشل الان في عمليه بناء اكسبتر او ريكوجنايزر لهكذا لانجوج. اوكي، فلحل هذه المشكله اكو عندنا ماشين اسمه تشورينج ماشين. تشورينج ماشين هذه ماثيماتيكال ماشين، اخترعها شخص اسمه الان تشومسكي، عفوا تشورينج، الان تشورينج بالسنة 36 على ما اعتقد. فكان صمم هذه الماشين اللي هي على اساسها ممكن ان تحل مشاكل او ريكوجنيشن للانجوجز اللي هي ليست كونتكست فري لانجوج، ليست كونتكست فري لانجوج. احنا تذكرون عندنا ريجولار لانجوج وكونتكست فري لانجوج، وعندنا لانجوج اخرى اللي هي كونتكست سنسيتيف وان وتايب زيرو لانجوج. فالتونيك ماشين حلت لنا المشاكل الاخرى مع اللانجوجز البقيه اللي تفشل البي دي اي فشلت بها، وكذلك الفاينات اوتوميتا. التونيك ماشين هي مشابهه جدا للفاينات اوتوميتا، مشابهه جدا للفاينات اوتوميتا، يعني بها تيب. ولكن ما يميز التيب هوني بالفاينات اوتوميتا عن الفاينات اوتوميتا، ميزه انه هو ممكن ان نقرا من عنده وممكن ان نكتب به، ممكن ان نقرا من عنده وممكن ان نكتب به. هناك بالفاينات اوتوميتا فقط التيب هو نخلي بينه الانبوت سترينج، وهذه الانبوت سترينج فقط احنا نقرا منها. والتيب بالفاينات اوتوميتا يمشي باتجاه واحد، يمشي باتجاه واحد. اما التيب الان بالتورينج ماشين هذا اختلف عندي شويه، بين مميزات أخرى اللي هي ممكن أن نقرأ من عنده وكذلك ممكن أن نكتب به، وأيضا ممكن أن يمشي باتجاهين، باتجاه إلى اليمين وباتجاه آخر إلى اليسار. فعملية التحكم بالتيب هي تختلف عن الفاينل توميتا، هناك يمشي فقط باتجاه واحد، أما هوني يمشي باتجاهين. فالهيد هناك بالفاينل توميتا يمشي دائما إلى اليمين، معناها التيب يمشي الى اليسار. اما هنا بالتونينج ماشين التيب يمشي باتجاهين، ممكن نحركه الى اليمين وممكن ان نحركه الى اليسار. التونينج ماشين
لو نجي نشوف الديفينيشن ماذا، هذا الفورمال ديفينيشن مال تشورينج ماشين، خلينا نكبر هذا الفورمال ديفينيشن، نشوفها انه هي متكونه من سبعه عناصر، يعني مثل البي دي اي متكونه من سبعه عناصر، هنا متكونه من سبعه عناصر، بعض الكتب تقول لها سته عناصر، هسه اقول كم العنصر اللي يهمل من بقيه بعض الكتب، وبعض الكتب تخلي هذا عنصر، ما مهم، المهم انه عمل التونيك ماشين مثل ما حكينا هي مثل الفاينات دوميتر، ولكن التيب ماله ممكن ان نكتب ونقرا منه، وكذلك ممكن يتحرك نحو اليمين ونحو اليسار. فهذه هي عناصر التونيك ماشين، بها كيو اللي هي فاينات سيت اوف ستيت، حاله حال الفاينات دوميتر وحاله حال البوش داون دوميتر، وعندي السيجما اللي هي الانبوت الفابت، الانبوت الفابت، وهذه الانبوت الفابت هي عباره عن سبسيت اوف جاما، السبسيت اوف جاما اللي هي تمثل لي التيب سمبل، التيب سمبل او فاينايت تيب الفابت. فالالفابت هون عندي السيجما هي هذه خاصه بالانبوت، اما الجاما فتشمل لي الانبوت الفابت وكذلك تشمل لي سمبلز اخرى، السمبلز اللي ممكن ان نستخدمها في عملية الكتابة والقراءة من التيب. العنصر الثالث هو الجاما، هو عبارة عن finite tape alphabet which is a strict superset of sigma، ويعتبر السيجما طبعا تعتبر مجموعة جزئية من الجاما، أما الجاما فتعتبر superset of sigma. العنصر الرابع هو distinguished blank sample، عندي بالتيب عندما نحن نريد نسوي recognition language لكلمة معينة، هذه الكلمة تكون محصورة بين two samples اللي هي نسميهم blank sample، راح نشوف بالمثال شنو هذا blank sample. فدائما كل ما يكون عندي recognition لكلمة، الكلمة نخليها بين تو بلانكس، بي وبي من جهة اليسار وبي من جهة اليمين. ببساطة هو عبارة عن التيب، عبارة عن مجموعة من السيلز، كل سيل بيها بلانك ما عدا الانبوت سمبل. عندي الكيو زيرو هي الانيشال ستارتنج ستيت، مثل ما موجود بالفاينت توميتا، مثل ما موجود بالبي دي اي، هون همين عندي انيشال او ستارتنج ستيت هي عبارة عن state تنتمي الى الكيو اللي هي final set of state، وبعد ذلك عندي set of final or accepting state، وهذه تكون عباره عن ما ليس فقط state واحده وانما اكثر من state، وهي عباره عن مجموعه جزئيه من الكيو. واخر شيء عندي transition function، هذه تختلف عن transition function الموجوده في الـ PDA وكذلك في الفاينات دوميتر، ولكن هو المفهوم معلوم واحد، انه الـ Transition Function تحسب لي دائما الـ Next State ايش هي، وما هو السمبل اللي راح يكون نقرانه اوكي اثناء عملية القراءة، وما هو السمبل اللي راح نكتبه الى التيب. مثل ما حكينا انه بالتيب هون ممكن ان نقرأ وممكن ان نكتب به، فهون هذه السمبل هذا الموجود من جهة اليسار هذا هو عبارة عن السمبل اللي راح نقرانه، أما هذا السمبل الآخر هو عبارة عن السمبل اللي راح نكتبه بالتيب. زين، بعد ذلك عندنا عندي حركتين، ممكن حركة التيب في واحدة منهم، يا إما ليفت أو رايت، يا إما نحركه نحو اليسار أو نحركه نحو اليمين. هذه بالفاينيت دوميتا ما عندي هالشكل شيء، هو راح يتحرك اوتوماتيكيا دائما، هذا التيب راح يتحرك باتجاه واحد. اوكي، هذه هي ال definition للفاينايت اوتوماتا. انا افضل شيء عندي، العفو للتيورينج ماشين، افضل شيء نكمل شرح الموضوع هو من خلال اكزامبل، من خلال اكزامبل. انا بحضر لكم اكزامبل، هذا الاكزامبل
بيانو قدامكم راح يطلع الان، اللي هو المثال يقول construct a Turing machine for the language. هذه عدد الاصفار مساويه لعدد الواحدات ومساويه لعدد الاثنينات، حيث ان عددهم يكون لازم اكبر او يساوي الواحد، لازم اكبر او يساوي الواحد. تذكرون احنا كتبنا يمكن جرامر كتبناها لهكذا لانجويج، واتوقع يمكن جاكم سؤال منا بالامتحان، عندي اعطيتكم الجرامر وانتم تحسبوا لي او تعملوا لي ديفيشن لستنج معينه، اتوقع شكل مثال كان جاكم بالامتحان. اوكي، نيجي كيف نحل هذا السؤال؟ هذا السؤال مثل ما حكينا راح يكون عندي تيورينج ماشين اللي راح نبنيها تكون تستقبل سترينجز من هذه اللانجوج وتعطينا اوكي يس اذا كانت فعلا السترينج هذه تنتمي الى هذه اللانجوج، وتعطينا نو اذا كانت السترينج هذه لا تنتمي الى هذه اللانجوج. اوكي ناخذ الان هذه سترينج عندي الان، لو اردنا ان نبني تيورينج ماشين لهذه سترينج اللي هي 00111 22، راح نكون عندي نخلي هذه السترينج في التيبل الخاص بالتيورينج ماشين، بالتيبل الخاص بالتيورينج ماشين. عندي الاكس هنا في هذا المثال هو يمثل لي البلانك، الاكس هنا يمثل لي البلانك يعني الفراغ، يعني السيل الفارغه. الان هذول السيلز كلهم ما فارغين، عندي ما بعد الاثنين هاي تكون سيلز فارغه وهكذا. بعض الكتب تستعمل تقول انه هذه سترينج محصوره بين بلانك وبلانك، يعني هوني معناها اكو عندي بلانك اخر. بعض الكتب تقول هي هذه بدايه التيب. الان احنا عندنا فرض انه هذه بدايه التيب، وهذه هو هوني عندي هذا التيب يستمر دائما نحو اليمين بهذا الاتجاه، ولكن هذول كلهم السيلز تكون الحالات مالهم تكون اكس، من اكس معناها فارغ، معناها ما بينه اي شيء. اوكي احنا وضعنا الان السترينج هنا في هذا التيب اللي هي 00111 22 وهكذا انتهت هنا في هذه المكان. اوكي نبدا الان التيورينج ماشين هذه عشان راح تبدا دائما بالقرايه، تبدا من اليسار، هذه من اقصى اليسار، فهي الان تقرا الان الصفر، تقرا الان هذا الصفر. من يقول لي عشان نطيق احنا نعمل ماتشنج الان بين الاصفاره والواحدات والاثنينات، نقول انه فعلا عدد الاصفاره وعدد الواحدات والاثنينات هم متساوي. من يحاول ان ينطيني فرض الالجوريثم، فرض الطريقه، فرض شيء نثبت بها انه فعلا عدد الاصفار هما مساوي لعدد الواحدات ومساوي لعدد الاثنينات. يلا زي وينكم؟ ما حد؟ السلامة؟ بسمة أول وحدة هوني عندي بسمة قدامي. بسمة ايش تقولين؟ سووا سباعيات هالشكل. استاذ ما عندي فكرة. ما عندك فكرة؟ زين شفتها انتي بسمة؟
غير بسمة. دكتور إذا ممكن تعيد السؤال. سجى أي نعم. عندي الآن عندي الآن هذه السترينج اللي هي 00 11 22، هذه نريد نشوف انه هل هذه السترينج تنتمي الى هذه اللانجوج ولا ما تنتمي الى هذه اللانجوج. هون عدد الاصفار مساوية لعدد الواحدات مساوية لعدد الاثنينات. اوكي، واحنا شرحت لكم الآن قبل شوية ان التونينج ماشين هذه بها فقط تيب، وهذا التيب ممكن ان نكتب بينه وممكن ان نقرأ منه ويتحرك باتجاهين نحو اليمين ونحو اليسار. فلازم نعمل ماتشنج بين عدد الاصفار والواحدات والاثنينات، يجب ان يكونوا متساويين. شلون؟ هو من البداية راح يجي يقرأ صفر، لازم يساوي الواحد يساوي الاثنين حتى تكون مقبولة. هي عددهم يعني يساوي عدد الاصفار يساوي عدد الواحدات، ايش نقرر انه فعلا عدد الاصفار يساوي عدد الواحدات يساوي عدد الاثنينات. استاذ يعني كل ما نكتب صفر راح نكتب واحد نكتب اثنين، لانه هو يرجع فراح نرجع مرتلخ على الصفر في حال اذا كررنا يعني. ايه معناها الصفر الاول، الصفر الاول هذا اللي باليسار هذا نعمل له بوش. ما عندي بوش الان ولا عندي باور بوني بالتونينج ماشين، ما عندي ستاك، عندي فقط هذا التيب. هذا التيب له ميزه الكتاب او يتحرك الى اليمين والى اليسار. زين، عندما نقرا هذا الصفر لازم نقرا مقابيله واحد، ولازم نقرا مقابيل هذولي اثنين. يعني الان هذا الصفر لازم اكو واحد اوكي، ولازم اكو اثنين موجودين، لازم ندور عليهم في التيب. اوكي، اذا لقيناهم اوكي مضبوط، نرجع مرتلخ ناخذ الصفر الثاني. الصفر الثاني لازم اكو مقابيل وهمين واحد، واكو مقابيله ايش اثنين، وهكذا. خلصت الاصفارة نشوف لازم ما عندي واحدات انتهت، ولازم كذلك الاثنينات ما عندي كان انتهت كان عالجناها. فبهذه الحالة نقول انه عدد الاصفارة يساوي عدد الواحدات ويساوي عدد الاثنينات. هذه ايش الصيغة العملية؟ اول شيء نجي على اول صفر، هذا اول صفر قريناه، ايش نعمل؟ هذا نبدله الى سمبل اخر حتى نقول انه عالجناه تمت معالجته. فمثلا نبدله الى اي، فبدلنا له الى اي، لاحظتم هوني بدلنا له الى اي. هسه بعد ذلك نمشي نحو اليمين، نمشي نحو اليمين ندور على واحد، من نلقي لنا واحد اول واحد جانا نقلبه مثلا الى بي، معناها كنا عالجناه هذا انقلب الى بي. اوكي، بعد ذلك وين نبحث الان؟ على الاثنين ونعمل له سي. نرجع واحد على الاثنين ونعمل له سي، هذه الاثنين دورنا عليها ولقيناها وحولناها الى سي. اوكي، هسه ايش نعمل احنا؟ هسه نرجع مرتلخ من البدايه، نمشي الهيد مالتنا بعد ذلك الى اليسار. اوكي، هذه من خلال لوب نرجع نرجعه الى اليسار الى ان نصل الى هذا الصفر. هذا الصفر بعد ذلك نبدي نحوله الى اي، بعد ذلك نبدي نبحث عن الواحد نحوله الى بي، نحول الواحد الى بي، وبعد ذلك نبدا ندور على الاثنين. اوكي، حولناها هذه الاثنين الى سي. زين، هسه وين نرجع مرتلخ؟ نرجع ندور، ربما اكو صفر الاخ، احنا ما نعرف، احنا قدامنا عيبين ماكو كل شيء، ولكن بالماشين ما تعرف، ولازم نرجع ندور ربما اكو صفر الاخ. فراح ترجع الطريقة من ترجع راح ترجع قدامه هوني، هاي راح ترجع راح تلقي قدامه سي تمشي نحو اليسار، وبي تلقي تمشي نحو اليسار، وهكذا، وتمشي دائما نحو اليسار الى ان تلقي الاي. اوكي، هذا الاي ما راسا تمشي بعده الى اليمين ربما تلقي صفر، ما قبله ما عندي صفر لان يعني كلك انقلبناها الى اي، ربما ما بعده ممكن اكو صفر. ف
فإذا ما لقى الصفر لقت البي معناها أنه أصفارك تمت معالجتها. بعد ذلك تمشي نحو اليمين أوكي، تعبغ أشكو عند بي وسي، من تلقي صفر من تلقي واحد أو تلقي اثنين أو تلقي ما أعرف إيش آخر غير البي وسي، معناها أنه الكلمة هذه تكون غير مقبولة. أما إذا ما لقت من هذول السمبلز بس لقت البيات والسيات، معناها أنه هذه الكلمة هي مقبولة. تمثيل هذا بالرسم بين واضح عندنا الآن، سنشوفكم الرسم. أستاذ يعني أنت من نجيب لنا من الامتحان إحنا عم نرسم؟ أنت مصممون؟ نعم. يعني نرسم هاي الأول شيء المربعات بعدين نرجع نصمم؟ لا 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 بعدين بعدين هاي المربعات ما ترسموها بهذا الشكل. احنا نتعلم شلون نقوم بعملية الرسم وبعملية التصميم. اوكي شوفوا الان احنا بدينا من الستارت، هذه الكيو 0 اللي هي الستارت ستيت. اوكي بالبدايه خلي نجيب خلي بس نمشي هذا الرسم لي يم الستيت جراف. تفضل معكم شوية السالفة. اوكي الان شو اسمه نبدا الان هسه احنا كنا بالكيو 0 هاي كيو 0 والان الهيد عيقرا ايش عيقرا صفر عيقرا صفر ايش عملت الان ترانزيشن فانكشن اوكي قرينا الصفر حولت هذا الصفر الى اي حولت هذا الصفر الى ايش الى اي فهذا راح يتحول الى اي وبعد ذلك تمشي رايت تمشي نحو اليمين ايش راح ترجع مقابله الان كانت الهيد كان هوني
الهيت كان هوني. اوكي هذه بكيو زيرو، ايش تقول؟ ايش تقول؟ انا اقرا صفر الان، عاد اقرا صفر، هذا يانو صفر. ايش راح تعمل المشين هذه؟ راح تقلب هذا الصفر الى اي، قلبته الى اي. اوكي هاي معناها راح يقلب الى اي، وبعد ذلك تمشي رايت، تمشي نحو اليمين، تمشي نحو اليمين. زين معي؟ معك استاذ. اوكي خلي ارسمه هذا، اعمله بشكل تيبل حتى استطيع ان اتحكم بينه. سوري نسيت تيبل. خليني اطلع خارج وبعدين. راح ارجع اكتبها هي هوني. هوني عندي صفر، هوني عندي واحد صفر ايضا سوري، وهوني عندي واحد، وهوني عندي واحد، وهذه عندي اثنين، هاي اثنين، وهذه البلانك او الاكس. هوني هسه احنا وين عم نقرا؟ كيو 1 يعني عم نقرا واحد. انا هسه بالكيو 0 حاليا، بالكيو 0. اوكي حاليا بالكيو 0. يعني كل ما يجينا الصفر بدله بالواحد بالاي، بدله بالاي، كل ما يجينا صفر نبدله بالاي. بس نمشي الكمية، صبر معي. اوكي هسه احنا عم نقرا ماذا؟ عم نقرا هذا الصفر. زين اي احنا كنا بالكيو زيرو وجانا الصفر، ايش راح تعمل هذه المشين؟ تقلبه الى اي، تقلبه right. الى اي، فقلبته الى اي، وبعد ذلك تمشي نحو اليمين، تمشي نحو اليمين وتتحول الى من؟ الى كيو 1. الساعه بالكيو 1 احنا الان ايش نريد ندور؟ ندور على ايش؟ على الواحد صح؟ ندور على الواحد هوني، فالكيو 1 هي تدور على الواحد. بس وصل بتلقي الواحد لازم تمشي نحو اليمين، ايش واجهها ايش واجهها؟ الكيو صفر، الصفر واجهها فراح تبقي واجهة. صفر ترجع تمشي باتجاه اليمين. واجهها صفر، تبقينه صفر مثل ما تقولين انت، صفر بقته صفر ونمشي نحو اليمين، صفر وبقته صفر ونمشي نحو اليمين. اوكي فهذا بقى صفر ومشي مشينا نحو اليمين. هسه احنا وين صبنا الهيد وصب يشتب؟ لا بالكيو 1 بعد ما تحولنا على كيو 2 بعدنا يوني. ليش؟ لان هاي قبت صفر بقته صفر وظلت في نفس المكان بالكيو 1، ظلت هوني. هسه ايش قبت؟ قبت واحد. اوكي احنا نريد ندور على واحد، احنا نريد ندور على واحد، هذا الواحد قريناه اوكي وبدلناه الى ايش؟ الى بي.
هاي بي. واضح الآن؟ هذا الواحد قرينا له وبدلنا له إلى بي، وبعد ذلك ننتقل إلى اليمين، يعني وصلنا إيه هوني، وبعد ذلك رحنا على كيو 2. الكيو 2 الآن أش تعمل؟ تبحث لي عن الاثنين. الكيو 2 تبحث على من؟ على الاثنين. رجاء واحد بقي واحد. أوكي، فجاء واحد بقته واحد. زين، بقته واحد. من تلقي اثنين راح تحوله الى سي. طبعا هاي غلط هوني، هاي ما سي هوني، اعتقد شعوة هاي المفروض اثنين، لازم اثنين. اي هاي بعدين نصلحها. اوكي هاي بعدين نصلحها، هاي اللي جبناها من الانترنت ما مفحوصة، هاي لازم تكون اثنين. فهذه اثنين، هاي اثنين تتحول الى سي. الان احنا الواحد هذا عبرنا له، جتنا هاي الاثنين تحولت الى بعد الى سي. وين مشينا دحو؟ ايش مكتوب؟ مشينا ويصب. هذول كلتهم عم نمشي نحو اليمين، رايت 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 الى هاي، بس هاي ويصب مشينا، رجعنا وين؟ الى اليسار. اتشعون الال، يعني هاي الال ما اتشعوها. هاي اثنين كانت، حولناها الى سي ومشينا وين؟ نحو اليسار. أسا على الهيد ويصب على يقرأ، وين على يقرأ؟ ويصب وصل حسب هذا المثال، وصل إلى واحد ووصل إلى كيو ثري. زين، هسا هذه الكيو ثري أش طيب تعمل؟ أش طيب تعمل هذه الكيو ثري؟ أوكي، الكيو ثري راح ترجعنا دائما إلى اليسار، إلى أن نشوف أن آخر واحد كنا عملنا له بروسيسينج، او اخر صفر كنا عملنا له بروسيسنج. من هو اخر صفر كنا عملنا له بروسيسنج؟ بالكيو صفر. لا، قبل نحن عندنا دائما نحو اليسار، احنا نريد نبحث الى اخر صفر كنا عملنا له بروسيسنج حتى ناخذ الصفر اللي بعده. عشان نعرف اخر صفر كنا عملنا له بروسيسنج، كل ما يجينا اي اوكي نرجع دائما الى اليسار الى ان نلقي اي. من 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 اول اي تجينا معناها ايش؟ معناها هذا هو اخر، معناها هذا اخر صفر كنت تمت معالجته. فايش راح يواجهنا بالدغب من نرجع الى اليسار؟ هسه احنا وصف كنا، وصف كنا، كنا حولنا هاي الاثنين الى سي، نرجع الى اليسار، ايش راح يواجهنا بالدغب؟ احتمال يجينا واحد، هذا واحد يجينا، فايش نعمل؟ نعبوه شيء ما نخلي بينه، واحتمال يجينا بي، ما هاي بي جتنا، اوكي عبرناها، واحتمال تجينا سي، ولكن في هاي الحاله ما راح تجينا سي، بعدين راح تشعرون شلون راح تجينا سي. اوكي جتنا البي لازم نعبرها، وايضا احتمال يجينا صفر، هذا الصفر ايضا عبرناه. اوكي من يجينا اي، ايش معناها؟ معناها انه هذا اخر صفر تمت معالجته. اوكي من يجينا اي، فعلا جتنا اي، مباشره نبقيها اي ونمشي رايت. احنا وصلنا هذه الاي، بقيناها اي ومشينا رايت ورجعنا الى كيو 0. فالان الكيو 0 الان عشان تقرا حاليا، عشان تقرا اي صفر. لا هاي الكيو 3 قرت اي، اوكي بقته اي ومشيت رايت، يعني الكيو 3 وصلت الى هاي المكان، قابت اكو اي، اوكي بقته مثل ما هو ومشيت رايت، مشينا الى اليمين. وين وصلنا الى اليمين؟ وين وصلنا بعد ذلك؟ وصلنا الى الكيو 0. الان الكيو 0 هذه الكيو 0 هوني. زين الان الكيو 0 عاد ترجع تقرا، قابت الصفر من جديد. من تقرا صفر لكيو زيرو معناه اكو هذا صفر عندنا بعد ما كنا عالجناه، ايش راح تعمل؟ راح تقلبه الى ماذا؟ تقلبه الى اي. اي ترجع بعد ذلك تمشي نحو اليمين، ايش تدور له؟ تدور له على واحد، على اول واحد يجيها. ولكن عندما تمشي الى اليمين ايش قد اشنو اللي راح يواجهها؟ احتمال اكو صفاره موجوده راح تواجهها، او احتمال تلقي بيات، لان احنا قبل شويه قلبنا الواحد الى بي، فراح احتمال تلقي بيات هوني. اوكي فهوني لقت بي، اوكي تعبوته
وتمشي الآن ووصلت من لقة الواحد، لقة هذا الواحد الآن Q1 هذه، لقة هذا الواحد إيش عملت له؟ إيش عملت له؟ حولت إلى يعني هاي الكيو واحد، شوفوا هاي الكيو واحد من يجيها صفر تعبوه، من يجيها بي تعبوه، من جهة واحد قلبته إلى بي، أوكي وتمشي رايت. ليش تمشي رايت؟ هاي قلبناه إلى بي، ليش تمشي رايت؟ حتى تدور على سي وتكمل الكلمة. تدور على اثنين، أوكي، لأن أساتها إحنا الصفر قابلوا واحد، أوكي عالجناه، بل المفروض الواحد تقابله ماذا؟ تقابله اثنين، لأن عدد الوحدات يساوي عدد الأصفار ويساوي عدد الاثنين. فالآن أوكي هون تحولنا إلى كيوتو. كيوتو الآن أش راح تعمل؟ حتدور على الاثنينات. أش راح يقابلها بالدهب من تمشي هذه الكيوتو تدور على الاثنينات؟ احتمال أكو عندي واحدات واحتمال أكو عندي سيات. كان أجانا مباشرة بعده جانا السي، مسي كل شيء ما نعمل نتحول مباشرة على اللي بعده. متى نتوقف عن عملية اللوب هوني؟ من يجين اثنين، من تجي اثنين، هاي طبعا السي هاي هون اثنين، من تجي اثنين اوكي هابي بعد ذلك راح نقلبها الى سي، فهاي قلبناها الى سي ونتجه نحو اليسار، اتجهنا نحو اليسار. احنا كبشر رشانا انه فعلا الان الاصفارة قلبت الى ايات، وكل كل الواحدات قلبت الى ايات، وكل الاثنينات قلبت الى سيات، اوكي. ولكن المشين هذه ما تعرف تقول انا لازم ارجع اشيك، فترجع مره الاخ لك يو 3 تشيك الان، ترجع تريد تدور له على ايش؟ على ايش تدور له؟ تدور له على صف اخر، اوكي. فتمشي ترجع دائما الى اليسار، يعني هون هاي راح ترجع دائما الى اليسار. اش قابله بالدغب؟ تقابله سيات وتقابله بيات، اوكي، وتقابله ربما صفاره، ولكن من قابلته اي معناها انه هذا اخر واحد كن عالجناه له. مباشره تمشي نحو اليمين، مباشره تمشي نحو اليمين، من قابله اي اوكي حولته اي ومشيت مباشره نحو اليمين. اذا جاها صفر معناها اكو بعض صفر لتعالجه، واذا ما جاها صفر معناها احتمال كبير يجيها البي. فمن يجيها البي معناها اشنو طلاب؟ احنا من رجعنا الى اليسار، يعني اخر واحد من عالجنا من يجي بعد الاي، من يجي البي معناها انه هذا اخر صفر كن عالجناه انتهى، اوكي، ما عندي معناها بعد اصفاره. فراح نروح على اليمين على كيو 4. كيو 4 ايش تعملها؟ كيو 4 تتاكد انه ما عندي واحدات وتتاكد انه ما عندي اثنينات. عشان تتاكد انه تستمر، اوكي، تستمر انه بالعمليه المشي نحو اليمين بالبي والسي، كل ما يجيها بي تمشي نحو اليمين، كل ما يجيها سي تمشي نحو اليمين، اوكي. متى تقول انه فعلا البي الاصفاره عالجناها والواحدات عالجناها مقدرة كانت والاثنينات كانت مقدرة؟ من نمشي هون عندي دائما وما لقينا كل شيء، بس لكن لقينا اكس بالاخير، الاكس اللي هي السيل او الخلية الفارغة اللي هي بعد السترينج مالتنا، معناها كنت تمت معالجة كل سترينج. من معناها كنت تمت معالجة كل سترينج راح نذهب الى كيو 5. هذه كيو 5 هي الاكسبتينج او الفاينل ستيت، اوكي. اكو حد عنده سؤال؟ بس عيد لك يو 4 شنو فائدتها؟ هسه تحمل وصلنا كيو 4، ايش معناها وصلنا كيو 4؟ معناها عالجنا الاصفاره وال على جنب الصفارة، يعني ما ظل عندنا ولا صفر. تمام. ما تمام؟ بس من يقول ما عندنا واحدات؟ من يقول ما عندنا اثنينات؟ فالكيو 4 هي راح تتأكد إنه ما عندنا صفارة وما عندنا واحدات وما عندنا اثنينات. أشون تتأكد؟
كل ما يجي يبي تمشي نحو اليمين، كل ما يجيها سي تمشي نحو اليمين، وهكذا تمشي نحو اليمين. ما يجيها صفر او واحد ما مأشر هوني عندي واحد او اثنين او صفر، ما مأشر عندي، فمعناها ما تعرف وين صفر واحد، راح تقف في هذه المكان ما راح تطيق تكمل. اوكي، اما لو مشيت هوني بالبي وبالسي وصلت الى حد الاكس، منتصل الى حد الاكس، معناها ما عندنا لا صفارة ولا واحدات ولا اثنينات، كلها تمت معالجتها فتذهب نحو الكيو 5. فالكيو 4 هي التشيك النهائي، من يخلصون عدد الواحدات، من يخلصون الصفارة، عالجناهم، لازم نشيك انه ما عندي ولا واحد، ولازم نشيك انه ما عندي ولا اثنين. زين، لو كانت السترينج مالتنا تكون بهذا الشكل، هوني عندي ثلاث اصفارة، واحد هوني واثنين هوني واثنين هوني، هاي كلمة مقبولة لو ما مقبولة؟ لا ما مقبولة. هاي المفروض المشين مالتنا ما توصلنا إلى الكيو، المفروض احتقب في مكان ما. أوكي، تقف وما تطيق تكمل، يعني ماكو ترانسيشن. أستاذ يعني لازم دائما عدد الأصفار والواحدات اثنين متساوية حتى تكون كلمة مقبولة. إيه، إحنا نريد نعرف، لأن هذه تونيك ماشين مبنية لهذه اللانجوج، هاي اللانجوج اللي أمامك. إحنا عم نبني الآن تونيك ماشين لهذه اللانجوج. أتوقع هاي اللانجوج إيش بي إيش تقول؟ يعني عدد الواحدات والاثنينات والصفارة متساوية، يعني لو طلعنا غير كلمة لأنه ما متساوين عادي يصير. يعني إيش يعني لو جبنا غير كلمة ما؟ يعني انت غير لانجويج، انت لازم تصممون لها التورينج ماشين. لو اعطيتكم غير لانجويج مثل هسه مثلا ما راح اغير بهذا المثال، لازم انتم تصممون لنا تورينج ماشين خاصه لتلك اللانجويج، ولكن هاي اللانجويج هاي تورينج ماشين تابع لهاي اللانجويج، فاي كلمه لا تنتمي الى هذه اللانجويج لازم التورينج ماشين تقول هي not accepted، تقول not accepted. أوكي، نشيك الآن هذا المثال أعطيناكم هو هسا، هذا المثال إيش يقول؟ عندي مشكلة أنه عدد الأصفار ما يساوي عدد الواحدات ولا يساوي عدد الاثنينات. ليش؟ لأن عدد الأصفار ثلاثة وعدد الواحدات اثنين وعدد الاثنينات اثنين. أوكي، من الآن نبدأ من الكيو زيرو ستارت، وعن نقرأ الآن أول صفر. أوكي، إيش راح يعمل هذا الصفر؟ إيش راح نعمل؟ حوله إلى أي؟ وبعدين نمشي باتجاه اليمين. بعدين نمشي نحو اليمين، نمشي لقينا واحد، نحوله إلى بي، ونمشي نحو اليمين. نستمر دائما ونلقينا اثنين ونحولها الى ماذا؟ الى سي. هسه وين نرجع مره الاخ؟ نرجع دائما نرجع الى اقصى اليسار. من نلقينا اي معناها اي كانت الاي تمثل لي اخر صفر عالجناه، معناها نمشي بعد احتمال نلقينا صفر الاخ. اوكي، لقينا صفر الاخ، هذا راح نحوله الى اي، ونمشي نحو اليمين ندور لنا على واحدات، فاوكي هذا واحد نحوله الى بي، ونمشي نحو اليمين ندورنا على الاثنينات، وهي الاثنين حولنا الى زي. زين، هسه نرجع، وين نرجع؟ نرجع الى ان نصل اخر اي. اوكي، معناها انه هذا اخر صفر كنا عالجناه، نمشي نحو اليمين نرجع صفر الاخ. نعم، هذا صفر الاخ، هذا نحوله الى اي. هسه نحن ايش بدنا نعمل؟ ايش بدنا نعمل؟ احنا الان حولنا له الى اي، وصلنا بالكيو 1. هون بالكيو 1 نجي ندور على من؟ على الواحد. اوكي، ايش نقول بالطريقه؟ احتمال يجينا بيات. اوكي، جتنا بيات هاي،
فاضة ما جتنا. أوكي نمشي هاي البي نمشي نحو اليمين، نمشي هاي البي الأخرى نمشي وصلنا نمشي نحو اليمين. الآن أجانا جانا سي، جانا سي. من يجينا سي معناها إنه إحنا ندورنا على واحد وواحد ما لقينا له. أوكي معناها إنه عدد الأصفار هو أكبر من عدد الوحدات. فويصل راح تقف هذه المشين بأي مكان، ما راح تطيق تكمل، يعني عدوغ على وحدات، وحدات ما موجودين. من اللي عدوغ على وحدات؟ الكيو 1. أوكي ما راح تلقي واحد، من ما تلقت واحد قلت ما راح تطيق تكمل. ليش؟ لأن هون جانا سي وما عندي ترانسيشن بالسي، هون يقول ما عندي ترانسيشن بالسي، فراح إيش يصير؟ تتوقف المشين، توقفت بالكيو 1 وهوني بالكيو 1 من تتوقف المشين أنا ما وصلتني الاكسبتنج ستيت، معناها أن الكلمة هذه غير مقبولة. زين لو افترضنا كان عندنا ثلاث واحدات، هوني كان عندنا ثلاث واحدات، وين راح تقع المشكلة؟ بالكيو 2. أوكي اوكي راح تقع المشكلة وين؟ بالكيوتو. الكيوتو ايش حال دوغ له؟ دوغ له على اثنينات، ما تمام؟ فهذه الان الكيو 1 حولت هاي الواحد حولته الى بي، وبعد ذلك تبدأ تنتقل الى الكيوتو. الكيوتو دوغ على اثنينات، من تلقي الاثنين راح تحوله الى سي. فهوني راح تمشي دائما نحو اليمين وما لقت اثنين، ابد ما تلقي اثنين، راح توصلنا الى حد الاكس. فإذا ما لقت اثنين راح تقف المشين بالكيو 2 وتقول هذه not accepted. زين فاحتمال عدد الأصفار يساوي عدد الواحدات، ولا عدد الواحدات والأصفار لا يساوي عدد الاثنينات، فتتوقف المشين تقول هذه غير، تقول هذه غير مقبولة. سؤال لو كانت هوني هاي قبل اثنين، مني قل لي هاي اللانجويج اشني؟ بس اللانجويج اختلفت عندنا، عدد الواحدات ضعف الصفر والاثنين. ايه عدد الاصفار مع الاثنينات متساوي، ولكن عدد الواحدات يكون ضعف، ضعف عدد الاصفار، ما تمام؟ ضعف عدد الاصفار. من يطيق يصمم لي الان ماشين لهاي، او من يطيق يغير لي على هاي الماشين، على هاي الماشين بحيث تكون لها القدرة على accept language من هذه language الأخرى اللي هي عدد الأصفارة يساوي لعدد الاثنينات، لكن عدد الواحدات يكون أضعف. أستاذ كل ما نأخذ صفر نأخذ واحدين واثنين وحدي. هذه الفكرة. بس وين اشرح نغير؟ وين راح يصير التغيير؟ راح نضيف ان ستيت او نضيف ستيت، نضيف ستيت جديده، يعني من الكيو واحد راح نعمل سهم لي جوا، يعني واحد يروح وواحد يرجع، بعدين نعمل على كيو تو، على كيو 3 يصير بعده. راح نضيف استيت اوكي تصير بين كيو 1 وكيو 2، وهذا الترانزيشن هذا لما كان ما يروح على كيو 2 راح يروح على الاستيت الجديده، والاستيت الجديده هذه ايش راح تعمل؟ هذه الستيت الجديده
راح ترجعه على كيو 1 حتى يصير زوجي. المفروض له ايه انا بدي يصير يصير مضاعف بل... اخاف يصير لوب بعدين. هو يصير لوب يمكن يعني ايش بده. ما يريد يصير لوب. ما يريد يصير لوب يرجع على نفسه يعني استاذ هوني يرجع على نفسه. دقيقة. لا لا امي لا لا تحكي علي هسه. هذه الان هوني عالجنا اول واحد اوكي. المفروض نعالج اخر. المفروض يجينا واحد اخر. راح نعمل استيت جديدي بهاي المكان نجي هاي بيها بالواحد وبعد ذلك ايضا نطلع الى كيوتوب الواحد. واضحه؟ استيت جديده تقرا هاي واحد وبعدين تقرا واحد اللاف وتروح على الكيوتوب. انا عندي صفر وبعدين واحدين وبعدين الاثنين. صفر وواحدين وبعدين الاثنين. ها وهذا الترانزيشن الموجود بين الكيو واحد والكيو اثنين ينشاء طبعا ما له علاقه. من عنده حل اخر؟ استاذ او نعمل يعني كيو اضافي وحدة اللغ بس يكون على نفس الامتداد. ايه يعني كيو واحد راح تقرا الواحدات والكيو تو هم تقرا واحدات بعدين الكيو ثري تقرا الاثنينات. اوكي خلي ارسم الكمية هسه هون يقولك انا نجي نقول ايه هوني راح نضيف ستيج جديدة. اوكي هذه الستيت الجديدة يجيها هاي المكان. اوكي وبعد ذلك عندي ترانزيشن اخر ودينا على الكيوت. هاي مثلا خلينا نسميها text a text. خلينا نسميها كيو واحد واحد. على كل ما مشكلة
مثلا كيو واحد واحد. هذا هون ترانزيشن ينلغي. وليش نخلي هذا السهم؟ ليش نخلي؟ من يجي واحد نبدله فيه؟ نبدله بلان. أوكي. هون بهاي المكان ليش نخلي؟ واحد بي آر. يعني كل صفر. كل صفر يقابله واحدين واثنين وحدي. اوكي كل صفر يقابله واحدين واثنين وحدي. فالان هذا صفر هوني غح لازم هاري تقرا واحد وهاي اللي تقرا واحد ايش قابله صار عندي واحدين وهاري تقرا اثنين وكيف انتهت القصه هاي كلها مكان ماذا مكان هاي هوني ايش نخليه قول واحد بي ار وهون كذلك نقول واحد بي ار هذه الحالة الصفر راح يقابلوا واحدين وبعد ذلك هذه الواحدين يقابلها اثنين وحدي زين هاي بالنسبة لهذا السؤال لو كان غيرناها بشكل آخر لو قلنا هون ثاتي ينطني الحل عدد الصفر واحد وعدد الواحد اثنين وعدد الاثنين ثلاثة اوكي يعني ايش نعمل الان يعني كل ما يجينا الصفر لازم يجينا واحدين لازم يجينا ثلاثة اثنين هاي واحدين عالجناها هاي واحدين عالجناها لازم هوني لازم هاي اثنين هو الاثنين لازم نعمل اثنين على استخراج تقرا ثاني اثنين هو اثنين الاخ ممتاز اوكي حتى اي حتى تنحل المشكله ايه استاذ هوني نعمل له بدل ما نعمل ستيت اثنين يعني بس سهم يرجع من كيو 3 على كيو 2 ما تعملين لوب يصير كي كم اثنين يعني ما يصير هوني راح تظلين انت في حاله لوب يعني ايمتى تنتهين؟ احنا هاي ثابته عندنا ثلاثه صحيح من تخليها لوب انت مش راح اوقفها فنضيف لنا ستيت اخرى هذه الستيت هذه هوني مال اول اثنين وانتقالها الى الستيت الثانيه مال ثاني اثنين وانتقالها الى الستيت الثالثه مال ثالث اثنين اي انه هون بين الكيو 2 والبين الكيو 3 راح نضيف لنا 2 ستيتس اخرى نضيف لنا 2 ستيتس اخرى اوكي يعني راح تصير مثل ما راح تصير 2 سي راي 2 سي راي في يعني هاي وحدي كنترول في وهاي الاخ نغير التسمية مالتها مثلا هاي نسميها مثلا كيو 2 2 فهاي نسميها كيو 3 3 اوكي راح يجينا سهم بعد ذلك من كيو 2 على اول ستيت اوكي هاي سهم يجينا يروح لنا على الكيو اثنين اثنين ويجينا سهم الاخ يشبه هذا كنترول سي نجيبه لهذا السهم نجيبه من هاي نجيبه على الكيو 3 وعندي سهم اخر كنترول في هذا نجيبه يوني مشتاق اوكي فالان طبعا هذا ينلغي الان من يكون من كيو 2 راح نقول نقرا 2 ونحولها الى سي بعدين رايت من هوني هوني نمشي رايت وهوني اثنين
نحولها الى امين سي ونمشي رايت، اما هاي الاخ اثنين نحولها الى سي ونمشي ليفت. اوكي اوكي عندكم سؤال؟ لا واضح. واضح. زين لو كان عندي لانجويج مثل هاي شلون تقولي بيها بالبيت؟ دبليو دبليو فيرس من يفكر لي بها هاي كلمة وعكسها. ايه الكلمة وعكسها شلون؟ يعني مثل اي بي راح تصير بي اي دكتور، يعني كلمة سامبل يعني ساوي سامبل اي بي بي اي راح راح يصير عكسها يعني. ايه او a b b a b b اوكي يصير b b a. اشو نتفكرون بها دكتور؟ من الساوند اثنين مثلا من بي ساوت البي راح تجي اكثر كلمه. بعد زين انا اقول الاتي، نقرا اول وحده، هاي ما اول وحده موجوده. اوكي نحولها الى something ونمشي الى اقصى اليمين، من نصل البلانك اخر شيء نمشي نحو اليسار، المفروض اكون نفس السمبل هون. يعني نقول نجي نقرا هذه احولها الى اي كابيتال، وامشي دائما نحو اليمين من اصل الى حد الاكس، هذه الاكس هي النهايه، من اصل الى الاكس ارجع مباشره امشي نحو اليسار، المفروض تقابلني اي. اوكي قابلتني اي فاحولها هذه الى اي انتهت القصه. بعد ذلك امشي نحو اقصى اليسار، من تجيني اي امشي لبعده، البعد الان الجانب جانبي، هاي مثلا احولها الى بي كابتن. زين ارجع امشي بعد ذلك الى اقصى اليمين، من اصل كابتن لتر وحده منهم اي او بي او اي شيء اخر ارجع مباشره نحو اليسار، لازم تواجهني قدامه، لازم تواجهني بي فيحولها الى بي. الان امشي بعد ذلك الى اقصى اليسار، كل ما تجيني ايات وبيات عبغى على احكي سمول، واتوقف من تجيني بي كابيتال او اي كابيتال وامشي مباشره نحو اليمين، فهي راح تكون ايش؟ بي. وبعد ذلك امشي نحو اليمين الى ان انلقي كابيتال بي او كابيتال اي، راسا امشي نحو اليسار، فلازم هذه تصير ايش؟ تصير بي. زين ارجع بعد ذلك الى اقصى اليسار، من تلقي لي كابيتال لتر اي او بي او اي شيء اخر امشي نحو اليمين، من امشي نحو اليمين واغشع انه ما جتني سمول ليتر، جتني كابيتال ليتر، فاقول انه تمت عمليه البروسيس بنجاح وانه هذه الكلمه مقبوله. فهي احنا نعمل ماتشنج بين اول واحد واخر واحد ونمشي بعد ذلك الى الداخل. اوكي ماتشنج بين اول واحد واخر واحد ونمشي الى الداخل لازم. فالقصه ما بيها انه هذه عندي مثل ما تعرفون الدبليو دبليو ار، هذه عندي مغي موجودي كانما بيناتهم، هي دبليو وحدي كانما موجودي مغي بيناتهم، فنشاهدون دائما بالمغي مثل ما انتم تشاهدون نفسكم بالمغي، عندي وجه مقابل وجه. اوكي اذا اكو شخص اخر ويقف وراكم
أيضا من جهة الأخرى راح يبين هو أيضا بالأخير وهكذا. فإذا نجي نقشع side view فنقشع عندنا الـ A وبالأخير عندي A. أوكي B و B و C و C وهكذا تكون بهذا الشكل. فهذه هي الـ WW reverse. هذه هي WW reverse. هذه أريد واجب من عندكم هذا تحاولون تحلونه. أنا راح أحل المحاضرة الجاية راح نصمم تونينج ماشين لهذا المثال. أوكي عندكم سؤال؟ لا استاذ. أوكي إن شاء الله نستمر بالمحاضرات القادمة في هذا الموضوع. وهذا الجزء الثالث من موضوع الـ Theory of Computation نكمله إن شاء الله. وغد الامتحان ما حددتموه؟ لازم ما تريدون أن تمتحنون؟ مش أسكت تنكلتكم معنا ما تريدون أن تمتحنون؟ خوش لا شو بس أنا الممثل يتفقوا يا الطلاب يلا بقى تفقوا لازم تمتحنون. أوكي يلا أنا أشكركم وراح أوقف الآن المشاركة أوقف التسجيل. أستاذ بس تنزل لنا التسجيلات مع المحاضرة؟ كل تحضرتوها التسجيلات السابقة نزلتوها على القناة مالتي مال يوتيوب بس ضلنا على المنصة كلها جاهزة. سألو تفوتين على القناة مالتي؟ القناة؟ فوتي على القناة مالتي؟ لا ما فكرت على بلاي على بلاي ليست على ثيوري مال ثيوري اوف كومبيوتيشن واحد مكتوب في القناة. فتشاين الفيديوهات كلها مال كل الشعب الاي و بي والسي و دي والمسائي كلك نزلتوها بس انزلها على المنصة. اوكي موجودة. وهذا الفيديو بس يكمل ان شاء الله ينزل عنه. اوكي ان شاء الله. يلا شكرا جزيلا. ان شاء الله شكرا جزيلا.